لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. فهذا الحديث القدسي الشريف يبين يعني ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها، أن يستر الله عز وجل على عبده في الدنيا فلا يفضحه، ويستر عليه في الآخرة في عرصات القيامة، ويمحو عنه عقوبة يعني هذه الذنوب. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن، فطرة يأمر به كما قال عز وجل: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، وطرة يمدح أهله كما قال في وصف المحسنين والمستغفرين بالأسحار، وطرة يخبر الله عز وجل على أنه يغفر لمن استغفره، فقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أفضل الاستغفار أن يثني العبد على ربه، وأن يعترف بنعم الله عز وجل عليه، وأن يعترف بذنوبه، ثم يطلب المغفرة من الله عز وجل، كما ورد في الحديث: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا كان سيد الاستغفار، لأنه يشتمل على الثناء على الله عز وجل، واعتراف العبد بنعم الله عز وجل عليه، واعترافه بذنوبه، ثم طلب الاستغفار من الله عز وجل. وكذلك سأل أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يقال في السجود، يعني من أذكار السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا حديث القدسي الشريف يتضمن ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. السبب الأول هو الدعاء مع الرجاء: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. لأن الاستغفار يعني مستوجب للإجابة، يعني زي الدعاء، الله جل وعد بقبول الدعاء: قال ربكم ادعوني استجب لكم، ووعد بقبول الاستغفار ايضا: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلذلك من اداب الدعاء: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. وايضا انسان يستغفر وهو موقن بالاجابه بان الله جل يقبل ويغفر له، فيقول: يا ابن ادم، لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. ده السبب الأول، الدعاء مع الرجاء. السبب الثاني: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني ما عنا منها، أي ما ظهر يعني منها، ثم استغفرتني لغفرت لك. يعني لو ذنوب الإنسان كثرت
حتى وصلت إلى ما عن أي ظهر من السماء، ثم استغفر الله عز وجل لغفر الله عز وجل له. كان لقمان يقول لابنه: يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موعدكم وفي طرقاتكم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. الإنسان يعود لسانه الاستغفار، وما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه، لأن الله جل هو الأول والآخر. إذا أراد أن يتوب على العبد فتح له باب التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا أراد أن يعطي العبد يعني نعمة، فتح عليه بالدعاء بهذه النعمة ثم قبل الرب عز وجل ثم أعطاه هذه النعمة. وإذا أراد الله عز وجل العبد المغفرة يفتح له باب الاستغفار فيستغفر العبد فيغفر الرب عز وجل. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار. وتقول عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالإنسان أول ما يصحى من النوم بيبدأ يمل للملائكة على اليمين وعلى الشمال قائل، فمنهم من يملي غيبة ونميمة وكلام فاحش، ومنهم من يملي ملائكة استغفار ودعاء وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. فالذي يكثر من الاستغفار، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فلا نستهين بالاستغفار، يعني كلمات تقال على لسان الله عز وجل يغفر بها يا ذنوب العبد ويخرج من ذنوبه كيوم وأدته أمه. بقى السبب الثالث من أسباب المغفرة: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلو أن ذنوب الإنسان ملأت الأرض أو ما يقارب ملء الأرض، ثم أتى الله عز وجل يشرك به شيئا، ليدل على أن التوحيد أعظم أسباب المغفرة. بل إذا حرم الإنسان من التوحيد حرم المغفرة بالكلية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنقول أن أعظم أسباب المغفرة هو التوحيد، ولو وضع الذرة من التوحيد على جبال من الذنوب لنسفتها نسف، فهو الأكسير الأعظم الذي يعني ينسف الذنوب. يقول الإمام ابن القيم: يعفى لأهل التوحيد المحض ما لا يعفى لغيرهم. فلو أتى الموحد ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. قال: ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة في السنن والمسانيد: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال: احضر وزنك، وينشر له 99 سجل، كل سجل لمد البصر مليئة بالذنوب والخطايا والأثام. فتوضع السجلات في كفة ثم يقال له: هناك لن تظلم، وتخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. يعني طبعا هذا الحديث يفهم على ضوء الأحاديث الأخرى، حتى نصير من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فقالوا إن هذا الرجل يعني قام بالتوحيد حق القيام، لم ينذر لغير الله ولم يذبح لغير الله ولم يحلف لغير الله، فقام بالتوحيد حق القيام، ولكنه وقع في ذنوب دون الشرك، أصرف على نفسه في المعاصي دون الشرك، فنجا ببركة التوحيد. فالتوحيد يعني هو الأكسير الأعظم الذي يغفر الله عز وجل به الذنوب. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث القدسي الشريف الذي رواه الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.